يا مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم. نبدا مع حضراتكم يوم جديد، حلقه جديده من السادسه. تحياتي في البدايه لكل الاهلاويه اللي بيتابعونا، وبالتاكيد طبعا لا صوت يعلو فوق صوت القمه. 50 ساعه بالتمام والكمال بتفصلنا عن اللقاء المرتقب، اللقاء المنتظر، المواجهه اللي كل عشاق الكوره في مصر ومش هبالغ لو قلت كمان في الوطن العربي في انتظارها. موسم جديد، يبدو ان احنا امام موسم مختلف، مسابقه مختلفه، دوري مختلف، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه لقاء القمه ده يميز ويتوج الاختلاف اللي الناس كلها حاسه بيه ويطلع الحقيقه بشكل يشرف الكره المصريه. اسئله كثيره بتسالها جماهير النادي الاهلي، هل هيعتمد مستر موسيماني على اللاعبين اصحاب الخبره في مواجهه نادي الزمالك، ولا يلجا لاسلحه الاهلي الجديده الفتاكه، الصفقات الجديده زي بيرسي تاو وميكيسوني وحسام حسن وعمار وعبد القادر؟ هل من الممكن ان احنا نشوف عوده لمحمد الشناوي في مواجهه الزمالك ولا لا؟ ايه هو التشكيل الامثل والطريقه الافضل لمواجهه الزمالك؟ اسئله كثيره جدا هنحاول ان احنا نجاوب لحضراتكم عليها من خلال لقاءنا النهارده، ونتابع اخر اخبار طبعا فرقتنا. الحقيقه قبل ما نبتدي الحلقه وندخل في التفاصيل، ثلاث نقاط تحديدا حابب اقف مع حضراتكم فيهم. النقطه الاولى متعلقه بالخبر اللي انا يمكن اتكلمت فيه امبارح مع حضراتكم، وهو ترشيح اسم مستر بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي كواحد من افضل المديرين الفنيين على مستوى العالم، مع اسماء كبيره جدا زي انطونيو كونتي، زي بيب جوارديولا، زي يورجن كلوب، وغيرهم زي توماس توخيل طبعا، وغيرهم من الاسماء الكبيره جدا. وهربط ده كمان باسم محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر وحارس مرمى النادي الاهلي وحارس مصر الاول، اللي كمان تم اختياره من ضمن قائمه طويله جدا من حراس افضل حراس على مستوى العالم عشان يتنافسوا برضو على نفس اللقب، ولكن المره دي هيكون لقب افضل حارس مرمى في العالم. مع كامل التقدير طبعا والاحترام لامكانيات كل اسم من الاثنين، سواء مستر موسيماني او سواء محمد الشناوي، وانا الحقيقه بحب الشناوي جدا 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 جدا، وبعتبره امتداد حقيقي وواضح جدا لاجيال عظيمه جدا تولت مسؤوليه حراسه مرمى النادي الاهلي، وشايف انه مستواه الحقيقه لا يقل عن كل الاسماء اللي مترشح معاها، زي مانويل نوير، زي تيبو كورتوا، زي كيلو نافاس، وغيرهم من الحراس. لكن في ده حابب اقف مع نقطه مهمه جدا. مع كامل التقدير والاحترام تاني للارقام وللانجازات وللامكانيات اللي بيتمتع بيها الثنائي اللي انا ذكرت اسمه موسيماني والشناوي عشان يوصلوا للمكانه دي، هذه المكانه لم يكن ابدا من الممكن الوصول ليها لولا ارتباط الاسمين باسم النادي الاهلي، وده يعكس بشكل من الاشكال قدر النادي الاهلي وقدر من يمثل النادي الاهلي. في جزء كبير جدا من المجد، جزء كبير جدا يعني من الاحساس بالنجاح وتحقيق الذات مرتبط باللعب في النادي الاهلي. في حاجات كتيره جدا ممكن ما تتعوضش، يعني كان من الممكن جدا انه مستر بيتسو موسيماني يبقى مدير فني لاحد الانديه الاوروبيه، او انه الشناوي يلعب في واحد من الدوريات الاوروبيه ويلعب لنادي كويس، نادي مثلا زي نيوكاسل يونايتد، نادي زي مارسيليا، نادي زي اندرلخت البلجيكي، كلها انديه معروفه، انديه كويسه. لكن هل كان من الممكن ان يرتبط اسمه باسماء الحراس العظام دول مع الانديه دي؟ وده يبين انه شرف كبير جدا بالاضافه للشهره وللنجوميه والحب الناس، ودي نعمه لا تقدر بثمن، وبالنجاح والبطولات، وضيف على ده كمان المكانه اللي ممكن توصل لها من خلال ارتباط اسمك باسم النادي الاهلي. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الحقيقه، وانا بتابع ماتشات دوري ابطال اوروبا والجوله على الرغم انها كانت تبدو ممله، انا بالنسبه لي الجوله اللي ما فيهاش يعني صدام كبير، ما فيهاش لقاء بيجمع بين كبيرين، بالنسبه لي بتبقى مواجهه الى حد ما فاتره. لكن الحقيقه في الشامبيونز ليج قصه مختلفه تماما، ومهما كان اسم الغريمين او اسم المتنافسين، انت امام فرصه كبيره جدا انك تستمتع كوره، انك تشبع نفسك كرويا، وده حصل الحقيقه في مواجهه امبارح في اكتر من مباراه. لكن قبل ما ادخل في الكوره، انا الحقيقه المنظر اللي شايفه او اللي شفته في ملاعب اوروبا، اتمنى وبشوف ان احنا في مصر نستحق مشهد مماثل. والسنه دي ابتدت يعني زي ما بيقولوا تندع كده، يعني اتفتحت الابواب بالمدرجات، واتمنى على الجمهور وبالتاكيد طبعا ال 2000 اللي هيكونوا في ماتش الاهلي والزمالك عليهم مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه كبيره بالاول ناحيه صوره مصر، لانه الماتش ده مش عايز اقول لحضراتكم كم المشاهده والمتابعه ليه بتبقى عامله ازاي، واحنا السنه دي عندنا مقدمات حلوه، عندنا
عندنا الحمد لله النهارده في مصر ملاعب اكتر من رائعه. اللي ما شافش الملاعب في مصر من 10 15 20 سنه ما يقدرش قيمه البنيه التحتيه الرياضيه اللي احنا بنتمتع بيها. السنه دي كمان الدوري في صوره وفي كواليتي لا تقل باي حال من الاحوال عن الدوريات الاوروبيه، وبالتالي اتمنى الصوره تكمل بمشاركه الجمهور، المنظر يبقى حضاري، شجع فرقتك زي ما انت عايز، لكن في النهايه ما تبوظش الصوره وما تبوظش اللقطه. عندي كلام كتير بس عشان ما اطولش على حضراتكم في المقدمه، خلينا افكركم بسؤال حلقتنا اللي مستمر ان شاء الله لغايه يوم الجمعه الساعه 8 مساء بتوقيت القاهره، وده ميعاد مباراه الاهلي والزمالك. هيفضل السؤال موجود على صفحاتنا على السوشيال ميديا، عندنا سؤال مين هم افضل ثلاث لاعبين من النادي الاهلي في مباراته الاخيره اللي جمعته من البنك الاهلي على تويتر وعلى انستجرام وعلى الفيسبوك، في انتظار اجابه حضراتكم. ندخل في اهم العناوين والاخبار النهارده ونبدا مع الاهلي. الاهلي يدخل المعسكر مغلق اليوم استعدادا للقمه 123. رابطه الانديه بتعين مراقبين مسابقات لمباراه الاهلي والزمالك. محاولات لاقامه مباراه مصر والجابون في التصفيات على استاد القاهره. والليلة مواجهة نارية بين ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال. ليفاندوفسكي يصبح الهداف التاريخي للبايرن أوروبيا. سواء مع الأهلي أو مع سان داونز كفة موسيماني تقيلة قوي قدام نادي الزمالك، وخصوصا بيتهيألي في ظن يعني يمكن يكون واحد من أكتر المدربين اللي تركوا أثر سلبي يعني على الزمالك وعلى جماهيره، طبعا لأنه حرمهم من لقبين إفريقيا، واحد راح لسان داونز لما كان بيتولى مسؤولية تدريب سان داونز، والتانية طبعا النهائي الشهير نجمة التاسعة القاضية ممكن اللي أحرز بيه موسيماني أول ألقابه مع النادي الأهلي في الموسم قبل الأخير. طيب نروح على هامش القمة، بعض الأخبار المرتبطة بالكواليس بتاعت قمة الأهلي والزمالك، وبعض الأخبار كمان المرتبطة بمشوار مصر القادم. حضراتكم عارفين طبعا أنه بعد الجولة الثالثة من الدوري هتقف المسابقة عشان منتخب مصر هيدخل في معسكر استعدادا لماتش الأنجولا وماتش الجابون. خلينا نبتدي الأول من الأهلي والزمالك. والحقيقة طبعا أن رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب قررت أنها تعين اثنين مراقبين عشان يتابعوا المباراة ويطمنوا على سير الأحداث، وخصوصا أنه كان في بعض الأخبار اللي ترددت في الفترة الأخيرة أو في الساعات الأخيرة يعني بتقول أنه في احتمالات كبيرة لتأجيل اللقاء أو على أقل تقدير أنه الماتش ده يتلعب بدون جماهير، وده اللي نفاه أحمد دياب وقال أنه الماتش هيتلعب في ميعاده على ملعب استاد القاهرة، وأنه ما فيش أي صحة لما تردد عن فكرة منع الجماهير من حضور المباراة، وأنه السعة اللي تم السماح بيها ان كل نادي هيكون مسموح له بحضور 1000 مشجع، هو ده اللي هيطبق كمان او هينطبق على مباراة الاهلي والزمالك. طيب من النهارده خليني اقول لكم انه ماتشات المنتخب يمكن حتى في تصفيات كاس العالم الاخيره اللي تابعناها كان المنتخب دايما بيلعب على ملعب برج العرب، استاد برج العرب، استاد الجيش في برج العرب، لكن فيما يتعلق باللي جاي وخصوصا بعد اقتناع مستر كارلوس كيروش، هو كان ليه جوله كده في استاد القاهره مع كابتن وائل جمعه مدير المنتخب وعجبته قوي ارضيه الملعب بتاعت الاستاد استاد القاهره، ففي محاولات بتجرى حاليا من الاتحاد المصري مع الكاف عشان بيطالبوا ان هم ينقلوا مباراه المنتخب الاخيره اللي على ملعبنا، احنا هنلعب مع انجولا بره، لكن ماتش الجابون اللي هيتلعب يوم 16 ان شاء الله 16 نوفمبر كان مقرر لي او محدد لي انه يتلعب على استاد البرج العرب، لكن الاتحاد المصري بيحاول مع الكاف انه يخلي المباراه دي تتلعب على استاد القاهره وكمان يكون فيها حضور جماهيري، وده اللي اكده اللواء علي درويش في تصريحاته الصحفيه، وقال واكد على فكره انه البرتغالي كارلوس كيروس بيفضل بشكل كبير جدا انه ماتش الجابون الاخير في التصفيات، وان شاء الله باذن الله نكون حسمنا بقى من قبل الماتش ده فكره صداره المجموعه. عندنا ماتش مع انجولا بره نقدر ان شاء الله نحقق مكسب ونطمن على صداره المجموعه، وهم الحقيقه في استاد القاهره، استاد القاهره قالت احنا طبعا يشرفنا جدا ان احنا نستضيف ماتشات منتخب مصر ويسعدنا جدا لو كان في موافقات من كل الجهات المعنيه انه يكون في حضور جماهيري في المباراه دي، والملعب جاهز لاستقبال المنتخب واستقبال جماهير الكره المصريه. النهارده عندنا مواجهه، عندنا مواجهتين مهمين جدا في ال الدوري ابطال اوروبا. اللي ما شافش امبارح او اللي ما تابعش امبارح يتابع اكيد ماتش او الهايلايتس بتاعت ماتش بايرن ميونخ وبنفيكا، واحد من اجمد الماتشات. امبارح طبعا ليفاندوفسكي وهتكلم عليه كمان شويه تالق وحط هاتريك في مباراه امبارح، والمباراه عموما انتهت 5-2، لكن الحقيقه
كرة ممتعة، أهداف، تابلوهات فنية. يعني ليروي سانيه امبارح حاطط جون ولا أجمل من الهاتريك اللي حطه ليفاندوفسكي. في جون حطه بستايله الطبيعي، يعني المهاجم القناص، المهاجم اللي بيجيد ضربات الرأس، ده الهدف الأول اللي هو حطه لبايرن ميونخ. لكن الجونين اللي بعد كده، ايه الجمال ده؟ انا بشوف الحقيقه ليفاندوفسكي في الموسم اللي فات والموسم ده يستحق يكون افضل مهاجم في العالم. طيب نقول بقى ماتشات النهارده، عندنا ميلان وبورتو الساعه 7:45، وريال مدريد هيواجه شختار الاوكراني الساعه 7:45 برضو. كل الماتشات اللي جايه بعد كده هتكون الساعه 10 بتوقيت القاهره، عندنا مانشستر سيتي وكلوب بروج البلجيكي، عندنا لايبزيج وباريس سان جيرمان، وده واحد من الماتشات اللي رشحها لحضراتكم، عندنا سبورتنج لشبونه في مواجهه بشكتاش التركي، عندنا بروسيا دورتموند في مواجهه اياكس، مباراه بالتاكيد هتكون حلوه لانها سائريه بالنسبه لدورتموند، والفرقتين بيلعبوا كوره حلوه جدا، وعندنا طبعا المواجهه الاكثر جماهيريه واللي يمكن المصريين النهارده مش هيسيبوها او مش هيفوتوها، ليفربول مع نجمنا المصري محمد صلاح، واتلتيكو مدريد في انجلترا وتحديدا في ليفربول على ملعب الانفيلد، ونختم مواجهات النهارده بشريف تيراسول في مواجهه انتر ميلان الايطالي. طيب نروح ليفاندوفسكي بقى. انا بقول لحضراتكم امبارح المباراه كانت رائعه من جانب بايرن ميونخ، ومش عايز اظلم الحقيقه الخمس اهداف، يعني هم كلهم الهاتريك بتاع ليفاندوفسكي كور حلوه جدا ملعوبه جدا، لكن الجونين التانيين ليروي ساني وجنابري ولا اروع. اتفرجوا على الهايلايتس هتستمتعوا الحقيقه بكره من الطراز الرفيع زي ما بيقول. لكن خليني اقول لحضراتكم انه الهاتريك اللي حطه ليفاندوفسكي، طبعا المهاجم البولندي امبارح مهاجم بايرن ميونخ واحد من افضل مهاجمي العالم، كسر بيه رقم قياسي كان متسجل باسم جيرد مولر النجم التاريخي طبعا لبايرن ميونخ، وبالثلاث اهداف دول او بالهاتريك ده رفع ليفاندوفسكي رصيده من 62 هدف ل 65 هدف، وبكده بقى الهداف التاريخي لفريق بايرن ميونخ في مسابقات اوروبا او اوروبيا يعني على المستوى الاوروبي. وخليني اقول لكم كمان انه الثلاث اهداف دول اللي دخلوا رصيده خلوه يتجاوز نجمنا محمد صلاح اللي كان بيشاركه في رصيد خمس اهداف في الموسم الحالي في بطوله دوري الابطال. وان شاء الله باذن الله بشوف انه صلاح، لانه النهارده في اربعه من الاعمده الرئيسيه لأتلتيكو مدريد بتغيب عن المباراه، اهمهم طبعا جريزمان وأمهم من ضمن الأسماء تانية ليمار، وبالتالي فرصة ليفربول النهاردة أنه يكسب إن شاء الله تبقى كبيرة جدا، وفرصة صلاح أنه ينافس على تحقيق لقب هداف دوري أبطال أوروبا، خصوصا أنه كل الناس يعني أجمعت على أنه فرص ليفربول، شكل ليفربول يأهله بقوة أن يروح لبعيد جدا في المسابقة ويكون واحد من الفرق المرشحة. أنا بشوف أنه أقوى أربع فرق في أوروبا السنة دي، والفرق اللي لو القرعة ما وقعتهمش في مواجهة بعض بدري هيكون عندهم فرصة كبيرة جدا ان هم يكملوا، مانشستر سيتي الانجليزي، ليفربول الانجليزي، معاهم بايرن ميونخ الالماني، ومعاهم بي اس جي الفرنسي، دول الفرق اللي بتقدم عروض قوية وتأهلها امكانياتها انها توصل للقب في النهاية. سريعا نعدي على جولة في اخبار الصحف العالمية ونشوف تغطية كده لاهم الاخبار المرتبطة بالتشامبيونز ليج، ويمكن هنبدأ من اسبانيا. هروح مع حضراتكم لصحيفة سبورت الاسبانية اللي اتكلمت طبعا على فوز برشلونه على دينامو كييف لتاني مره على التوالي، المره دي كان الهدف بتوقيع انسو فاتي اللي انقذ الحقيقه برشلونه وحافظ على اماله في مواصله المشوار في بطوله دوري الابطال، وكتبت احياء، وده العنوان اللي لسه يمكن بيعكس ان في امل في ان برشلونه قادر انه يرجع من جديد في المنافسه على مسابقه دوري الابطال، وان كنت اشوف ان النسخه دي من برشلونه لسه شويه عليها، يعني اعتقد لسه شويه، وخصوصا طبعا في خليني اقول نفس عميق خده عشاق البارسا بعد اقاله رونالد كومان، وفي كلام على انه تشافي مرشح بقوه انه يرجع للبارسا بس المره دي طبعا كمدير فني. الصحيفه كمان اتكلمت على فوز فياريال على يانج بويز بنتيجه 2-0 وهزيمه اشبيليه امام ليل الفرنسي، وكتبت فياريال على بعد خطوه من دور ال 16 وهزيمه تعقد موقف اشبيليه في المسابقه. سبورت كمان ركزت على مباريات جولة النهاردة اللي هتجمع بين شختار وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وليفربول في نفس البطولة. نروح لصحيفة ليكيب الفرنسية اللي كتبت في عنوانها الرئيسي دوس نوي أسيفي أو ليلة هادئة في إشبيلية، طبعا بعد ما تمكن بطل فرنسا من الفوز على إشبيلية في ملعبه، وده يمكن اللي صعب من موقف إشبيلية وعزز من موقف ليل في المجموعة.
نروح كمان مع الصحف الايطاليه وتحديدا كارييري ديلو سبورت. وديلو سبورت كتبت الحقيقه واتكلمت بشكل كبير جدا على فوز عريض حققه اليوفيو. قدم واحد من العروض القويه جدا، وان كان طبعا المنافس مش على نفس المستوى. بكلم حضراتكم على زينت سان بيترسبورغ الروسي. النتيجه كانت بنتيجه 4-2، والمباراه شهدت تالق كبير جدا للنجم الارجنتيني باولو ديبالا، وبكده تاهل اليوفي رسميا لدور ال 16 في دوري الابطال. كمان اتكلمت الصحيفه على التعادل المثير اللي حققه، مش هقول مانشستر يونايتد، هقول كريستيانو رونالدو في مواجهه اتلانتا. والحقيقه انه كريستيانو رونالدو اذا كان بينقذ فهو بينقذ الحقيقه المدير الفني لمانشستر يونايتد سولشاير، اللي معظم الجماهير اللي بتشجع اليونايتد النهارده غير راضيه تماما عن ادائه. صحيفه ميرور سبورت الانجليزيه اتكلمت كمان على تعادل مانشستر مع اتلانتا، وكتبت انه رونالدو رجل الابهار، رونالدو يظهر للانقاذ مره اخرى. وكتبت كمان على حكيم زياش اللي الحقيقه حقق فوز مستحق لتشيلسي في الهدف اللي احرزه طبعا في مرمى ملمو السويدي. واتكلمت كمان الصحيفه على مستقبل توتنهام مع كونتي، وكتبت كونتي ينقض على لاعبي الدوري الايطالي لاعاده بناء توتنهام، وخصوصا فرانك كيسي ونيكولا باريلا. دي كانت جوله في الصحف الاجنبيه. نرجع بقى بعد الفاصل مع حضراتكم في السادسه، نحاول نلاقي اجوبه مع ضيوفنا طبعا على الاسئله المرتبطه كلها بلقاء القمه المنتظر 123 واللي باقي عليه يمكن اقل من 50 ساعه. فاصل ونرجع لحضراتكم. يعني طبعا على كل المستويات هي مباراه مختلفه وليها حسابات، عودتنا كده انه بصرف النظر عن مقدماتها ممكن تبقى مباراه ليها سيناريوهات وليها تفاصيل مش مرتبطه باي توقعات، ومحدش عنده قدره ابدا انه يقرا او يحلل بشكل كبير ماتش اهلي وزمالك. قد تاتي النتيجه مغايره تماما لكل التوقعات، وقد تاتي النتيجه مختلفه تماما عن كل المقدمات، وبالتالي سيناريو المباراه محدش هيقدر يقراه. بس احنا بنحاول نجتهد وبنحاول في نفس الوقت نرد على الاسئله او نلاقي اجابات على الاسئله اللي شغله جماهير النادي الاهلي. يعني النهارده الناس بتسال مستر موسيماني هيلعب المباراه دي ازاي؟ هيلجا لطريقه الطريقه التقليديه بتاعتنا 4-3-2-1، ولا هيلجا لطريقه 4-3-3، يلعب بثلاثه في النص ولا يلعب باثنين في النص؟ يختار مين في التشكيل؟ الناس اللي متعوده وعارفه طبيعه المواجهات دي، خد بالك انك بره الصفقات عندك نفس التشكيله اللي تفوقت على الزمالك في الموسم الاخير في الدوري، وتفوقت على الزمالك كمان في نهائي دوري الابطال، ولا الافضل انك انت تنزل الاسلحه الهجوميه الجديده اللي اثبتت وجودها لاعب مثلا زي بيرسي تاو؟ هل تدفع بميكيسوني من بدايه المباراه ولا تخليه ورا رابحه جنبك على الدكه؟ هل الشناوي هيشارك ولا كابتن علي لطفي هيكمل المشوار؟ كل دي اسئله النهارده الناس بتتكلم فيها، واحنا طبعا هنحاول نجاوب عليها من خلال ضيوفنا. وبيسعدنا الحقيقه ويشرفنا يكون معانا واحد من نجوم التسعينيات، كان معلم خط نص زي ما بيقول الكتاب الحقيقه، كابتن بدر رجب، واحد من نجوم النادي الاهلي اللي بيسعدنا ان احنا نتواصل معاهم من الامارات. كابتن بدر مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، تحياتي ليك وتحياتي للجميع الاهلاويه وجميع المصريين في مصر. سعيد بوجودي معاك حبيبي. يشرفنا دايما ان احنا نسمع صوتك. خليني اسالك كابتن بدر في البدايه، كم مباراه قمه؟ انا حوالي من 8 ل 10 مباريات قمه. اصعبهم ايه يا كابتن بدر؟ ممكن يكون اكتر من كده، اصعبهم البدايات يا استاذ احمد. البدايات بتبقى صعبه دايما. صعبه جدا جدا جدا، كانت في 84 مثل 84 85، وكانت ضد نادي الزمالك وكنا كلنا ناشئين. وكان معانا بس الكابتن احمد شوبير حارس المرمى. دي المباراه الشهيره طبعا. كسبناها 3-2 طبعا. دي كانت البدايه. دي يمكن تكون اهم واصعب مباراه انت خضتها في مواجهه نادي الزمالك. دي اصعب مباراه خضتها في حياتي. مش وانت نازل، يعني وانت نازل انا فاكر المباراه دي، ده يمكن كنت صغير شويه بس فاكر كويس جدا مقدماتها، وفاكر الاجواء اللي عشنا فيها، وكانت جماهير النادي الاهلي كلها بصراحه ما كانتش متوقعه انه انتوا تعملوها، خصوصا انكم كنتوا بتلعبوا قدام عتاوله الزمالك. انتوا وانتوا نازلين ملعب كنتوا مقتنعين او مصدقين او محضرين نفسكم انكم نازلين تكسبوا نادي الزمالك بكل نجومه؟ لا طبعا انا كده مش مظبوط لو قلت لك احنا نازلين نكسب، لكن احنا كان عندنا حافز قوي جدا ما حدش كان يعرفه، لان يعني دي كانت اخر سنه لينا في قطاع الناشئين. فكانوا المباراه دي جت لنا نجده كده عشان يختاروا اللعيبه اللي هيتأيدوا الموسم الجاي في الفريق الاول في النادي الاهلي. ايوه. فبالتالي كان ده الحافز بالنسبه لنا، لكن كنا بنلعب قدام عمالقه كبيره جدا، يعني لو قلت لك الفرقه بتخط كابتن فاروق جعفر، كابتن كوارش، كابتن سيد الفدايي،
كابتن محمد صلاح، كابتن نادر حامد، ناس كتير جدا يعني، مش عايز انسى حد، اشرف قاسم، ايمن يونس. عملتوا ايه بعد ما الماتش خلص يا كابتن بدر؟ نعم، عملتوا ايه بعد ما الماتش خلص؟ يعني مع صفاره نهايه المباراه وبيتم تتويج الاهلي واعلانه فاز بنتيجه 3-2، شعوركم كان ايه؟ يعني رد فعلكم كان ايه؟ يعني كنا اسعد ناس في الدنيا ان احنا اثبتنا ان احنا لعيبه مولد بنفس النادي الاهلي قبل المكسب، ثم مكسب مباراه قمه فيها نادي الزمالك الفريق المنافس لينا، وبعديها لعبنا الاسماعيلي، وبعديها لعبنا تلسانة، وبعدها لعبنا الاسماعيلي في النهائي، وخدنا البطوله دي، وكانت اغلى بطوله للنادي الاهلي لانها جت عن طريق قطاع الناشئين. طب اللي انت بتقوله ده كابتن بدر يمكن ياخدنا لنقطه مهمه جدا، انه الموضوع مش بس فني وبدني، يعني الموضوع فيه كمان اعداد نفسي وفكره انه يبقى الحافز موجود حتى لو كنت لعيب صغير، او حتى لو كانت اول مواجهه ليك في مشوارك مع نادي زي نادي الزمالك، انه الحافز النفسي والاعداد النفسي هنا في عامل في منتهى الاهميه. مهم جدا يا استاذ احمد، جبت نقطه مهمه جدا في علم التدريب في كره القدم، اللي هو الا وهي العامل النفسي والعامل الذهني، مهم جدا لعيب كره القدم. بالتالي انت لو ما عندكش حافز وانت احسن لعيب في العالم، عمرك ما هتدور على انجازات، او هتدور ان انت تكسر ارقام انت عاملها قبل كده. بالتالي العامل النفسي والعامل الذهني مهمين جدا في الكره الحديثه، في كره القدم الفتره الاخرانيه دي بقى ليها دراسات كبيره جدا، ازاي تعامل لعيب نفسيا وتهيئه، وازاي تشتغل على العامل الذهني في علوم كره القدم الحديثه. طيب نقطه مهمه جدا جدا جدا، واعتقد الحافز في النادي الاهلي مهم جدا. مين عنده حافز اكبر من وجهه نظر كابتن بدر رجب؟ انا رايي النادي الاهلي. النادي الاهلي، النادي الاهلي خسران الدوري السنه اللي فاتت، وهو غير مقتنع ان هو يخسر الدوري، فبالتالي عنده فرصه كبيره جدا ان هو يثبت ان هو كان حق بالدوري، ودي مباراه مش هقول لك ان هو يكسب او يخسر، لان برضه نفس الكسب في نادي الزمالك مباراه خارج التوقعات، ولكن بالاداء الاخير اللي عمله النادي الاهلي امام الاسماعيلي وبعديه البنك الاهلي، اعتقد ان الاهلي بادئ بدايه قويه جدا جدا جدا، ومستر عثماني ابتدى يحط ايديه على الطريقه واسلوب اللعب والتشكيل الامثل لاي مباراه، لان بقى عندنا الدكه بتاعتنا بقت قويه جدا غير الاول خالص، اللعيبه كلها جاهزه، عندنا ما عندناش اصابات، فالامور مهيئه ان شاء الله للنادي الاهلي ان هو يعمل مباراه كبيره بغض النظر عن النتيجه، النتيجه تبقى المغرب، لكن ظروف النادي الاهلي احسن بكثير بكثير من النادي. كخطه وتشكيل تميل اكتر للمجازفه، ولا تميل للعب على المضمون في مباراه زي دي؟ انا بحب التوازن في اللعب، انا كمدرب يعني بكلمك بشوف مدرب يعني، بحب التوازن ما بين النواحي الهجوميه والنواحي الدفاعيه. من واقع الاداء اللي شفته للاهلي في الماتشين مثلا في الدوري اسماعيلي وبنك اهلي، الطريقه الانسب من وجهه نظرك، وبالتاكيد انت شايف ماتشات الزمالك الاخيره، الطريقه الامثل والتشكيل الامثل لمواجهه نادي الزمالك؟ الطريقه الامثل 4-2-3-1. 4-2-3-1 بالظبط. هو بيلعب 2 ديفندر واربعه مدافعين وثلاثه وراس حرب. مين يا كابتن بدر التشكيل اللي تختاره؟ يعني لو اتفقنا على الطريقه دي، مين العناصر او الاسماء اللي من وجهه نظر كابتن بدر رجب تقدر تقوم بالمباراه زي مباراه الزمالك؟ انا بوجهه نظري الشخصيه يعني الفريق اللي لعب نادي الاسماعيلي هو اللي بيبتدي بيه قدام نادي الزمالك. بس انت ابتديت قدام الاسماعيلي بثلاثه ديفندرات، يعني انت كنت بتلعب بالسوليه وحمدي وديانج. حمدي كان لو انت لاحظت كان السوليه وديانج بيتبادلوا النواحي الهجوميه. انت ما كنتش بتلعب، انت على الـ على الـ على الـ على الورق انت بتلعب بثلاثه، لكن في واحد قدام الاثنين بيكمل سواء ديانج او السوليه. وبعد ما تلعب ديانج بقى يكمل حمدي فتحي وشاط على الـ على الـ على الـ تمام المرمى كذا 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 تسديده قويه جدا، ده دليل ان مفيش تمركز، مفيش حاجه في الكوره دلوقتي بقى في تمركز يا احمد في الكوره، بقى في حاجه اسمها المكان وظبط المكان، وازاي انت تتكل ويبقى عندك قرار ان انت تبقى مبدع في المكان اللي بتلعب فيه ده. مفيش حاجه اسمها بدافع بس، مفيش حاجه اسمها بهاجم بس، لازم اللعيب يبقى عنده نواحي دفاعيه على اعلى مستوى. طيب واذا جاله فرصه يهاجم، اسمعني انا هفضل فتره ما اكملش. اتفضل. بدليل ان انت تلاقي السوليه بيجيب اجوال، بيانج بيجيب اجوال، حمدي فتحي بيجيب اجوال، ودول هبطل انت المفروض بيدافعوا بس. ايوه طب خليني اخدك للشق الهجومي مع لعيبه نص الملعب، اسلحه الاهلي الهجوميه السنه دي الحمد لله فيها وفره،
ويمكن محيره مستر موسيماني ومحيره الجمهور كمان، يعني ما بنبقاش عارفين دايما مستر موسيماني هيلجا لمين. شريف اول مباراه كان موجود على الدكه، ثاني مباراه كان موجود وحاضر كتغيير مؤثر وهو اللي جاب لنا الثلاث نقاط. شايف ميكسوني ولا حسين الشحات ولا بيرسي تاو ولا كهربا؟ يعني مين التشكيله اللي تبتدي بيها مباراه؟ بيرسي تاو وميكسوني وشريف لا غنى عنهم في بدايه المباراه. لا غنى عنهم في بدايه المباراه. وعندك بقى بره الشحات وعندك كهربا وعندك صلاح، عندك لعيبه وطاهر طبعا. صلاح مصاب هيغيب عن تشكيله الاهلي. لكن عنصر المفاجاه مهم جدا جدا في مباراه القمه. مين تتوقع له التالق في المباراه دي يا كابتن بدر؟ انا متوقع بيرسي تاو. بيرسي تاو لعيب مميز جدا، مهاريا على اعلى مستوى، عنده سرعه اداء كده عاديه، بيلعب بين الاثنين، عنده شغف كبير جدا يا استاذ احمد على الجول. يعني من اللعيبه اللي بيلعب جول فور جول، اقصر طريق للمرمى بيحاول يروح. طيب واللعيبه اللي هتلعب مهارات فنيه عاليه جدا، واللعيبه اللي هتلعب لقاء قمه لاول مره في حياتها تقول لها ايه؟ هقول لها دي مباراه اثبات الذات. انسى ان انت بتلعب اول مره تلعب مباراه قمه، لان دي بالنسبه لك طوق النجاه وطوق المعرفه بجماهيرك وبناديك، ودي المباريات الكبيره دي هي اللي بتصنع النجوم، مش المباريات الصغيره. المباريات الكبيره بيتولد فيها النجوم، فبالتالي اي ناشئ هيلعب او اي لعيب هيلعب مباراه جديده بالنسبه لي مباراه القمه، عليه ان هو يثبت نفسه ويقدم نفسه لجماهير النادي الاهلي، ويقدم الكوره بتاعته الجميله بقى اللي هي ايه تتناسب مع قدراته ومع قدرات النادي اللي جايبه علشان يكتبونا ان شاء الله الماتش. في كتبت الاهلي دلوقتي في حد بيفكرك بستايل بدري رجب في الملعب؟ لا ده اللي موجودين احسن مني دلوقتي الصبح. لا بس في حد برضو اكيد يعني بتحس انه بيقرب كده، او نفس اللمسه او نفس الطريقه او نفس الجاريه في وسط. انت كنت معلم وسط ملعب يا كابتن بدر. انا بحس ان حمدي فتحي قريب مني شويه. حمدي فتحي بحس ان السميه قريب مني شويه. مش قفشه يعني؟ لا قفشه، لا قفشه قفشه اللعيبه ما ينفعش يتقارن يعني. ما هو ليه اسلوب لعب فريد من نوعه. قفشه يعني بلاي ميكر تلاقيه. والله بنسعد بيك دايما كابتن بدر، وان شاء الله هنجي لكم قريب في الامارات. طبعا كابتن بدر حاليا هو مدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الجزيره الاماراتي، والاهلي عندكم قريب في وسط اهله وناسه طبعا في الامارات في كاس عالم انديه يا كابتن بدر. شرفونا استاذ احمد، وفي انتظاركم وفي انتظار النادي الاهلي، وان شاء الله على راسنا وفي استقبالكم ان شاء الله، واتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا. ان شاء الله باذن الله بنسعد بيك، وبشكرك شكرا جزيلا على الفرصة التواصل معاك يا كابتن بدر. شكرا جزيلا نجم النادي الاهلي طبعا السابق كابتن بدر رجب. خلونا نروح بقى الفاصل ونرجع نفرد ورقنا ونشوف بالارقام وبالمقارنات وبالجداول وبالتحليلات ايه هو السيناريو المتوقع والمنتظر للقاء القمه اللي هيجمع بين الاهلي والزمالك في السادسه مع ضيوفنا، بس بعد الفاصل. يعني كل الارقام والحسابات اللي تفوق فيها النادي الاهلي سواء من حيث القيمه الاجماليه القيمه التسويقيه للفريق ككل، او على مستوى المقارنه بين اغلى الصفقات، او حتى على مستوى المقارنه بين الخطوط دي كلها في وادي، والحسابات في ال 90 دقيقه على ملعب مباراه قصه ثانيه خالص. بس بالتاكيد فكره انك انت لما تيجي تبص مثلا للترتيب العالمي للنادي، لقيمه التسويقيه للاعبين من ناحيه الجزء النفسي او ناحيه الاحساس بالقيمه وبالذات، اعتقد بتفرق شويه مع اللعيبه. لكن في حسابات المباراه الفنيه والخططيه دي طبعا قصه تانية خالص. والاهم طبعا هو حاله التوفيق، لانك ممكن تبقى جاهز وممكن تبقى الافضل وممكن يبقى كل شيء معاك او في مصلحتك، لكن دايما الكوره عودتنا انها تكون مفاجآت، ونتمنى ان شاء الله انه واحساسي كده ان شاء الله المباراه دي مش هيكون فيه مفاجآت، وانه الاهلي قادر على الفوز ان شاء الله يوم الجمعه. اسمحوا لنا نتكلم، وزي ما قلت لكم قبل الفاصل، انا عارف من يومين ثلاثه مش بس من النهارده جماهير النادي الاهلي بتتناقش وبتقترح مين التشكيل الافضل، مين الجبهات الافضل اليمين والشمال، نبدا مين راس حربه، التشكيل في نص الملعب، كل ده شاغل الناس. ونتكلم كمان ان شاء الله الشناوي باذن الله، ابعد حضراتكم ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يكون جاهز للمشاركه. وحتى لو الشناوي مش جاهز، علي لطفي الحقيقه
مقدم مستوى اكتر من رائع. اسمحوا لنا نرحب بضيوفنا في السادسه، كابتن اشرف ممدوح طبعا نجم النادي الاهلي وضيف عزيز دايما بيشرفنا في السادسه. مساء الخير يا كابتن اشرف. مساء الخير احمد، سعيد بوجودي معاك، ومساء الخير طبعا على كل جماهير النادي الاهلي العريضه في كل مكان. ونسيت اقول دايما بيبقى وشه حلو قبل الماتشات المهمه والمنتظره. ان شاء الله يكون وشنا حلو على المباراه وعلى بطوله الدوري الموسم ده، وسعيد كمان بوجود شريف ان شاء الله طبعا، والمحلل الفني شريف سالم اللي بيسعدنا دايما بتحليلاته وبارقامه وبرؤيته فيما قبل المباريات المهمه. مساء الخير يا شريف واهلا بيك. اهلا وسهلا. خليني اخد رايكم في الارقام اللي احنا لسه شايفينها كابتن اشرف. فضل. شايف انه فكره الرانكينج العالمي او التصنيف العالمي للنادي، القيمه التسويقيه للاعبيه، الحاجات دي بتفرق او يعني بتخش في حسابات مباراه مهمه في الموسم زي مباراه قمه زي بين اهلي وزمالك؟ اكيد فنيا لا، يعني داخل الملعب بالتاكيد فنيا هو اللي بيفرق، حاله اللاعبين ونتيجه المباراه، الاداء هو ده اللي بيفرق مع الجمهور ومع حتى مجالس الادارات ومع المدربين او الاجهزه الفنيه. ولكن القيمه التسويقيه بتفرق بالتاكيد في، يعني زي ما تفضلت وقلت، اعتقد انها حاجه نفسيه بس بتفرق شويه مع الجمهور او مع اللاعبين، لكن اعتقد فنيا ملهاش اي علاقه تماما بنتائج المباريات والاداء داخل الملعب. قبل ما تشرفونا على طول يا شريف، كان معايا تليفون مع كابتن بدر رجب نجم من نجوم الاهلي في الثمانينات والتسعينيات، والحقيقه كنت بتكلم معاه، يمكن هو كان من الجيل اللي عمل المفاجاه، واحده من المفاجات المدويه يمكن تكون اكبر مفاجاه، يعني بعد لقاء النجمه التاسعه القاضيه ممكن الجمهور النادي الاهلي بيعتبره اهم لقاء قمه حصل في التاريخ، يمكن اللقاء ده يمكن يكون واحد من اهم اللقاءات، لانه اشبال الاهلي قدروا في الوقت ده يكسبوا على طاوله الزمالك، وكان يعني ذكرى لا تنسى بالنسبه للاهلاويه. كنت بساله على اهميه الحافز او الدافع النفسي في مباراه من النوع ده، مباراه من العيار الثقيل. تقريبا نفس اللي احنا قلناه على ماتش الاسماعيلي، كنا بنتكلم على ماتش الاسماعيلي قبل ال 4-0، كنا بنقول نفس الحاجه تقريبا. النادي الاهلي في جزء في المباريات دي ليه عامل نفس. لما اتكلمنا في مباراه الاسماعيلي قلنا النادي الاهلي هيقدر يعمل ده ويقدر ان هو يشتغل بشكل اكبر على فكره انه النادي الاهلي قوي فنيا، بس الجزء النفسي بيفرق شويه، او العامل النفسي بيفرق، انه اللاعب ممكن ينزل يعمل 120%، وانت لو عملت 60-70% من طاقتك فنيا بس، ممكن المباراه توديك في حته مش احسن حاجه. ده حصل الموسم اللي فات في بعض الماتشات في نهايه الدوري. فاعتقد العامل النفسي كمان على المباريات الاخيره بتاعه القمه، لا النادي الاهلي متفوق نفسيا وفنيا. فاعتقد النادي الاهلي يعني شويه ليه الملكه الافضليه في المباراه دي، خصوصا كمان النادي الاهلي دخل ميركاتو عامل ميركاتو كويس، جاب لعيبه كويسه، في حين الزمالك عنده مشكله. هكلمكم في موضوع الميركاتو، لانه الميركاتو ده مبرج للناس شويه، في ناس تتبنى وجهه نظر انه الافضل نعتمد على الناس اللي عندها خبره في لقاءات اهلي والزمالك، وفي ناس بتقول لك لا انا انزل بالجداد كمان، لانهم يمكن ما يكونوش قوي عندهم رهبه لقاءات القمه او الخضه بتاعه لقاءات القمه. ويمكن واحد من اصحاب الخبره في مواجهه الزمالك كابتن اشرف، انت لعبت يعني قدام الزمالك طبعا زمان كتير كتير اللقاءات دي كنت وكنت بتسجل وكنت هداف يعني كبير في ماتشات الزمالك. كلمنا عن انت سعادتك الشخصي، يعني انت كلاعب قبل ما اتكلم على الجهاز الفني بيحضركم ازاي وكده، وانتوا كتيم بتشتغلوا ازاي، انت شخصيا كنت ازاي بتبص لماتش اهلي والزمالك وبتستعد ليه ازاي؟ مباراه فاصله هي بتفرق بشكل كبير جدا مع اللاعب، يعني احنا شفنا اسماء كتيره جدا مباراه القمه فرقت من لاعب عادي لنجم. الناس بترتبط بيه، ممكن يبقى لسه اول مره بيظهر. صحيح، يعني النهارده احنا بنتكلم على اسماء كتيره جدا، كابتن محمود خطيب مثلا، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن ايمن شوقي، خالد بيبو، في اسماء طبعا ليها تاريخ كبير جدا جدا في مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. ولكن مباراه القمه دايما او مباراه الاهلي والزمالك دايما بتدي نجوميه معينه مع الجماهير، وبتفضل ذكرى مدى الحياه. اعتقد ان كل جماهير النادي الاهلي عمرها ما هتنسى نجوم القمه دي على مدار التاريخ يعني. فاعتقد ان مباراه القمه بالتاكيد ليها دور كبير جدا في لمعه النجم ده او ظهوره بشكل معين مع الجمهور، وبقاء تاريخه طبعا مدى الحياه يعني. استعدادات اللاعب بتفرق كتير جدا طبعا لمباراه الزمالك تحديدا مع الاهلي او الزمالك، ولكن مباراه القمه بتفرق. كان ليك طقوس يعني، كان ليك طريقه معينه؟ شوف، في ناس كتيره بتفرق معاها الطريقه، يعني في ناس يعني اعتقد الناس كتيره جدا عارفه مثلا ان واحد زي محمد بركات مثلا، اي مباراه ايا كانت، ايا كانت البطوله اللي بنشارك فيها، ايا كان اهميه الحدث ده او هيئه المباراه دي،
ما بيفرقش معاه حاجه، بيضحك بيهزر طول الوقت. في ناس كتيره جدا بالتنشن، والتنشنه دي تركيزها هو بيركز بالشكل ده، وفي ناس بتفقد التركيز نتيجه التنشنه والعصبيه دي. هي بتفرق من لاعب للاعب بالتاكيد يعني، ولكن كل واحد طبعا بيستعد بطريقته. في واحد بيحاول يهدى بقرايه القران، في واحد يهدى بالصلاه، في واحد بيهدى بالتركيز لوحده، يقعد لوحده، بيقعد مع زمايله. يعني هي بتفرق الحقيقه من لاعب للاعب، ولكن بالتاكيد مباراه القمه ليها طقوس معينه، لكل لاعب لازم يستعد ليها بشكل معين. واعتقد حاله اللاعب في المباراه احمد بتفرق كتير جدا جدا طبعًا في نتيجه طبعًا المباراه. يعني كنا لسه هنتكلم بعد كده في مباراه الاهلي والزمالك القادمه ان شاء الله، حاله اللاعبين فنيا وذهنيا وبدنيا داخل المباراه هي اللي هتفرق في النتيجه، بغض النظر عن المباريات اللي فاتت وبغض النظر عن ادائهم خلال الموسم او خلال المباريات اللي فاتت. تمام. حالتهم الفنيه اللي هتفرق بشكل كبير جدا. طيب احنا يمكن كان شريف لسه جايب سيره الميركاتو، يعني احنا كتيبه الاهلي ما قبل الميركاتو كانت متفوقه على الزمالك في المواسم الاخيره بشكل كبير، حتى رغم فقداننا للقب الدوري، لكن انت في مواجهتك المباشره مع الزمالك قدرت انك انت تتفوق عليهم. هل مع الاضافات او حاله التدعيم اللي حصلت في في الميركاتو الصيفي ده، ده معناه انه كفه الاهلي بقت برضو احنا كان في حسابات؟ يعني انا عارف ان الكلام ده كله في النهايه في 90 دقيقه ليها قصه ثانيه خالص وسيناريو ثاني خالص، بس احنا بنتكلم في الحسابات. ده معناه انه ترجيح لكفه النادي الاهلي اكتر؟ هل شايف انه مباراه زي دي تجازف بلعيبه مش فاهمه او مش عارفه طبيعه المواجهه الكلاسيكيه بين اهلي وزمالك، زي بيرسي تاو سنه اولى قمه، زي حسام حسن، زي ميكسوني؟ انا عارف انك انت مراهن على حسام حسن الموسم ده ومتحمس له جدا، تراهن على اللعيبه دي في 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 المباراه بتاعه بعد بكره، ولا تروح للمضمون والناس اللي عندها خبره مواجهه نادي الزمالك متعرفه على لعيبته وعارفه لعبت قدامهم في الملعب، رجلهم يعني في الملعب مع بعض، فعارفين اماكن الخطوره فيهم او مصادر الخطوره فين، ازاي يقدروا يتعاملوا معاهم، تلعب على المضمون زي ما بيقولوا؟ احنا عندنا جزئين في الموضوع ده. الجزء الاول ان احنا خرجنا من لود عالي قوي الموسم اللي فات، وحتى لما اتكلمنا في اول الموسم هنا قلنا النادي الاهلي لازم يدخل الخمسه الاجانب، لان الخمسه الاجانب هم اللي كويسين. بدر بنون الفتره اللي غابها عن نهايه الموسم بعد كده رجع، فكان عنده طاقه شويه لسه، الانرجي مكمله معاه. بنتكلم كمان على اليو ديانج، يعني الحمد لله، يعني موضوع مختلف. وبنتكلم انت جبت اثنين اجانب جداد كان لازم ان انت تدخلهم في المجموعه علشان تحافظ مع علي معلول طبعا، بس علي معلول الجزء البدني ستيل فيه شويه مشاكل، بس الاثنين الاجانب بيرسي تاو وميكي الاثنين دخلوا اضافوا للفرقه طاقه كانت واضحه جدا في ماتش الاسماعيلي، والطاقه دي بتقل لما اللعيبه دي بتخرج في الدقيقه 60 او 70 في الماتشين اللي فاتوا. ده الجزء الاول. الجزء الثاني، لا، بيرسي تاو مسجل في نهائي 2016 ماتش الثلاثه، هو اللي مسجل اعتقد الجول الثاني او الثالث. وميكي كمان لاعب افريقيا وسجل في النادي الاهلي في افريقيا، وكان عنده ريكورد كويس في ماتشات الدوري بتاعته، مسجل فيها وعامل اسيست كويس، ولاعب افريقيا واحتك افريقيا ولعب مع موسيماني مع سان داونز. انا ما عنديش بصراحه معلومه اكيده ان هو كان موجود في 2016 او لا. تمام. لان هو لعب سنه في سان داونز نهائي افريقيا، لان هو لعب سنه وطلع اعاره بعدها مع سان داونز، فبحس انه لا، مش باك ديل، خصوصا ان انت بتتكلم على بيرسي تاو نجم جاي من برايتون. اراهن عليهم 100%. بيرسي تاو جاي من برايتون، لاعب برايتون، لاعب في اندرلخت كسبان دوري بلجيكي، ولاعب احتك عمل فتره اعداد مع برايتون كانت كويسه، لاعب نص موسم في الدوري الانجليزي وعامل اسيست، فالخبرات هنا هتقول لا، مش هقلق منه. بس المهم برضو عندي ستيل ماتش الزمالك او على الاقل ال 10 ماتشات الجايه للنادي الاهلي بعد التوقف، لازم طول الوقت الخمسه الاجانب موجودين في الملعب، علشان ده يديك مساحه ان انت تريح اللعيبه اللي انت عايز تكاونت عليها لنهايه الموسم. يعني نفس الكلام بالنسبه لان احنا بدانا ندخل في الروتيشن، يعني الناس شافت الماتشين اللي فاتوا قفشة بيخرج في اخر ربع ساعه، نفس الكلام بالنسبه لعمرو السوليه في المباراه الاولى اتغير، المباراه الثانيه كانت كريتيكال شويه فالراجل حافظ عليه في الملعب، فانت حتى اللعيبه اللي بذلت مجهود كبير انت محتاج ان انت تخرجها على الاقل في اخر ربع ساعه، عشان بنقول، وطبعا الكابتن موجود معانا ويقدر يقول الكلام ده، لعيب الكوره لما بيبقى فتره فيها لود عالي قوي هتيجي لحظه انت تحس فيها ان العضله خلاص مش قادره تشتغل. هي دي الربع ساعه الاخيره في كل ماتش اللي انت بتسحب فيها قفشة، بتسحب فيها السوليه، حاول تسحب فيها علي معلول، علشان تعمل بدل ما اللعيبه دي ما اخدتش راحات سلبيه بنعوضها براحات ايجابيه. فيجي بعد شهرين ثلاثه من ان انا اللاعب ده ما بديلوش اخر ربع ساعه اللي هو بيستهلك فيها العضله بتاعته فيبقى كويس، بحافظ عليه فاجي بعد شهرين ثلاثه ارجعه ل
للفول انرجي بتاعته كانه هو لسه بادئ الموسم. فهي دي الحاله اللي انت المفروض تدخل بيها. عشان كده انا شايف ان ماتش الزمالك مع التوقف الدولي اللي جاي هيفرق شويه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي يرجع بعد التوقف ده كويس، بس يا رب نقفل اكتر يعني. ان شاء الله نقفل التوقف بتسعه بون. ده اهم حاجه ان شاء الله. في اختلاف كبير بين الاهلي والموسم ده عن الموسم اللي فات يا كابتن اشرف، يعني من خلال الماتشين ثلاثه اللي احنا لعبناهم حاسس في فرق واضح في شكل واداء النادي الاهلي؟ لا، في اختلاف كبير. في اختلاف مش في الشكل والاداء بس، يمكن بنسبه بسيطه في الشكل والاداء، ولكن في اختلاف كبير جدا جدا على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الجهاز الفني. في ارتياحيه كبيره جدا. الموسم اللي فات كانت اصابه قفشه مثلا بتعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي، اصابه محمد شريف كانت بتعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي. النهارده انت عندك بدايل بتدي ارتياحيه للجهاز الفني بشكل كبير جدا. الروتيشن اللي اتكلم عنه شريف مهم جدا جدا في ارتياح في راحه بعض اللاعبين في المنافسه اثناء الموسم، ان الكل بيحافظ على لياقته البدنيه والذهنيه والفنيه داخل الملعب وداخل التدريب. انت عندك على الاقل 20 22 لاعب على الاقل بتعمل روتيشن، وبالتالي ال 22 لاعب دول دايما في جاهزيه. انت اي حد النهارده بيشارك حتى على دكه البدلاء في الماتشين اللي فاتوا شفنا قد ايه بينزلوا بيبذلوا المجهود الكبير جدا جدا عشان يبقى موجود كاساسي مع مستر موسيماني الفتره اللي جايه، وده بيدي الحقيقه ارتياحيه كبيره جدا للجهاز الفني. واعتقد ان مستر موسيماني ابتدى يشتغل شويه على الشكل والاداء اللي كلنا وجمهور النادي الاهلي متشوق ليه بقالنا فترات طويله. اعتقد شفنا في المباراتين اللي فاتوا رغم بعض شويه سوء الاداء شويه في مباراه الاهلي، ولكن انت النهارده كل الفرق الدوري، واتكلمت انا وانت في الموضوع ده احمد قبل كده، انه النهارده اصبح ال 18 نادي يعني انديه قويه. أيوة. بتدعم بشكل كبير جدا. انت بتلاقي منافسين هذا الموسم، في منافسين كتير. ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يتفوق في النهايه، ولكن في منافسه قويه جدا جدا هذا الموسم، وبالتالي انت كنت محتاج عدد كبير من اللاعبين المميزين اللي ما تحسش ان في فرق بين الاساسي والبديل علشان يبقى عندك دايما روتيشن ودايما في استعداد انك تقدر تشارك في 3 4 5 بطولات خلال الموسم. وزي ما بقول دايما النادي الاهلي المحافظه على القمه محتاج دايما ان يبقى عندك عدد كبير من اللاعبين. الوفره دي تحديدا هي اللي محيره الجمهور شويه. يعني لما تيجي تتكلم مع الناس النهارده عن الزمالك تقدر تقول انه تقريبا كتاب مفتوح، يعني عارف الطريقه وعارف بنسبه 90% التشكيل اللي هيبتدي، لكن لما تيجي تتكلم على الاهلي الناس محتاره. ولغايه دلوقتي حتى مش بس عشان ماتش الزمالك، لغايه دلوقتي الناس محتاره في الدوتوهات. عارف دايما بيبقى في دوتوهات في ناحيه اليمين في ناحيه الشمال في نص الملعب، بلاي ميكر مع راس حربه، لسه مش لاقيين التوليفه اللي تقدر تراهن عليها بشكل كبير جدا. كل اللعيبه شفناهم وكلهم الحقيقه بما فيهم الصفقات الجديده مقدمين شكل كويس. يعني صحيح. عمار ظهر وقته قليل بس عمل مردود كويس. احمد عبد القادر نفس الحكايه. بيرسي تاو ميكسوني. فالناس حيرانه شويه في الطريقه والتشكيل. خلينا اتكلم مع حضراتكم بقى في ده، بس اسمحوا لنا نروح لتقرير وفاصل وبعدين نرجع نتكلم في وجهه نظر كابتن اشرف ممدوح وشريف سالم في ازاي او ايه الطريقه اللي ممكن مستر موسيماني يستخدمها في مواجهه نادي الزمالك والتشكيل الامثل اللي عنده القدره على تطبيق الطريقه دي. مباراه مهمه للفريقين. وجهه نظر ان المباراه دي مش صعبه زي ما الناس ما بتقول. احنا لسه في بدايه الدوري، كل فريق ما لعبش غير مباراتين اتنين، الاهلي او الزمالك ما وصلوش لمستوى الفورمه العاليه اللي نقدر من خلالها نحكم على اداء الفريقين بشكل اكبر، وبالتالي مباراه مختلفه يمكن عن مباريات قمه في سنوات سابقه. بنتكلم وقت قليل قوي من الدوري مر، فرصه الفريقين متاحه سواء للاهلي او للزمالك لتحقيق المكسب، ولكن وجهه نظر ان الضغط اكبر على الاهلي. الاهلي عنده امور فنيه كتيره وعلاقه موسيماني سواء مع الاداره او مع الجماهير ده مخلي الضغط كبير عليه، عكس الزمالك مع منع القيد لفترتين وما ضمش ولا لاعب في فتره الانتقالات الصيفيه. ده الامر ده مخلي لحد ما الضغوط اخف، الفريق هيأدي اللي عليه ويلعب، مش هيكون في حساب عسير اذا خسر الزمالك، عكس في الاهلي. يعني لو نبص للمباراه اذا خسر الاهلي هتكون تبعيات الخساره دي كبيره جدا، على عكس من الزمالك صحيح هيكون في مشاكل لما يخسر
ولكن مش هتكون مؤثرة بشكل كبير كما سيكون الحال عليه في النادي الأهلي إن خسر المباراة. المفترض الأهم الآن إن كل اللاعب في الفريقين يعرف قيمة المباراة. إحنا في مسابقة جديدة أو وضع جديد بشكل جديد مع وجود رابطة الأندية المحترفة، علينا إن إحنا نعكس صورة كويسة جدا عن كرة القدم في مصر، صورة حضارية تليق بالوضع العام للبلد بشكل عام. بالتأكيد المباراة هتكون صعبة جدا للفرقتين، المباراة يصعب التكهن بهوية الفائز بيها. زي ما احنا عارفين ان الاهلي قدر، الفرقتين قدروا ان هم يكسبوا المباراتين الاولين اليوم. الاهلي قدر يكسب الاسماعيلي والبنك الاهلي، والزمالك نفس الكلام قدر يكسب طلائع الجيش ويكسب انبي. كل فريق حقق انطلاقه مميزه دي في المسابقه الموسم ده، وكل فريق محقق العلامه الكامله 6 نقط. بيتطلع كل فريق دلوقتي ان هو يحصد 3 نقط بتوع مباراه القمه عشان تدي له قوه دفع كويسه جدا في المنافسه اللي على قمه الدوري. صحيح ان هي مباراه بدري لسه، احنا في الاسبوع الثالث، لكن بالتاكيد الفوز في القمه بيعطي قوه دفع كبيره لاي فريق بيفوز على الثاني، لان ده يعتبر المنافس المباشر ليك. الاهلي اذا قدر ان هو يكسب اكيد بالنسبه له هيبقى قوه دفع كويسه جدا عشان خاطر يستعيد في حمله استعاده اللقب الغائب عنه الموسم الماضي واستعاده بطولته المفضله. نفس الكلام بالنسبه للزمالك، هيحاول ان هو برده يعوض المشاكل اللي هو كان بيعاني منها في فتره الانتخابات الصيفيه وحرمانه من القيد. مباراه قويه وغاية في الإثارة، لأن طبعا الزمالك حاصل على الدرع وعايز يحافظ على يحافظ عليه، وفي نفس الوقت عايز يكمل بنفس القوة. فهو طبعا لو كسب المباراة هيبقى دافع معنوي كبير جدا للزمالك. في نفس الوقت الأهلي طبعا عاوز يرجع للعرش بتاعه، خاصة هو متصدر الأرقام القياسية للبطولة 42 مرة طبعا، متفوقا على جميع فرق الدوري، وعايز طبعا يحافظ. كتير شايف ان طبعا الاهلي هيبقى قريب شويه من ناحيه ان الاستقرار الاداري، وعلى العكس. وان كان طبعا هي ما فيهاش نقاط، احنا بنقول مجرد وجهات نظر. طبعا زي احنا عارفين موضوع الانتخابات ومين راح ورئيس النادي رجع، اكيد ده بيدخل اللاعبين طبعا في حاله تفكير، ويا ترى هيبقى دوره ايه، متواجد ولا لا. ده احنا ده على سبيل المثال يعني، ممكن يكون كل ده مش موجود على ارض الواقع، ولكن احنا بنتوقع ده. ده رأي بعض النقاد في المواجهة المنتظرة. وده يخليني أسأل أول حاجة الحقيقة قبل ما نخش في الأرقام والتشكيل والطريقة، كابتن أشرف، أجواء ما قبل المباراة. يعني الزمالك يمكن بيعاني من فترة من عدم استقرار مالي وإداري، وحسينا ده في لقطات كبيرة جدا. هل تشوف أنه قبل ماتش زي الأهلي والزمالك تأثر إلى حد ما على فرقة الكرة؟ وعلى العكس والنقيض الأهلي يمكن بيتمتع بحالة استقرار إداري ومالي كبيرة جدا، فبتشوف تأثير الحاجات دي أجواء اللي بره الملعب بره الكورة على الفرقة؟ هو الطبيعي في العالم كله يعني الاستقرار الإداري بيدي استقرار على المستوى الفني والنتائج في كل الفرق في العالم. الاستقرار الإداري والمالي بالتأكيد بيعمل حالة استقرار مميزة جدا للأجهزة الفنية واللاعبين، مبقاش في مشاكل مالية، اللاعبين بتركز والأجهزة الفنية بتركز بس في الملعب وفي الأداء وفي النتائج الموجودة. بالتأكيد نادي الزمالك تأثر، ولسه أعتقد كمان إنه هيتأثر لأن المشاكل لسه موجودة، بدليل إن النادي الأهلي الحمد لله مستمر على القمة لأنه في الاستقرار اللي بنتكلم عنه ده، في الاستقرار الإداري الرائع جدا مجلس الإدارة بيوفره على مستوى الإداري في كل الأجهزة. يعني أنا بنتكلم على مجلس الإدارة، بنتكلم على الجهاز الإداري للنادي الأهلي، بنتكلم على المشرفين على الكرة، بنتكلم على لجنة الكرة كمان. اللاعبين في تركيز كبير جدا لو مركز بس في الملعب في طريقة أدائه في النتائج اللي بيحققها، وبالتالي مستمر على القمة لأنه ما عندوش مشاكل في ده، وإن شاء الله يستمر ده مع النادي الأهلي. وبالتالي كل الأندية الأخرى لو عندها الاستقرار ده أعتقد مش هيبقى فيه مشاكل. وخلي بالك الاستقرار ما بيبقاش بس مالي، لأن في أندية في الدوري لا داعي لذكر الأسماء عندها الإمكانيات مالي المادية، ولكن إداريا النظام اللي بنتكلم عنه أو السيستم الموجود داخل النادي الأهلي اللي فيه احترافية بشكل كبير جدا، لازم ده مع ده، لازم ده يكمل ده.
والجمهور. والجمهور بالتأكيد طبعاً. هي منظومة متكاملة طبعاً. يعني بالتأكيد هي منظومة متكاملة. طب يعني يمكن قبل ما نسمع رأي النقاد تقرير على مشوار موسيماني في مواجهة الزمالك يا شريف، ويبدو أنه رجل، هو رجل حقيقة في كل المواجهات الكبرى بيقدم مردود يعني محترم جدا بصراحه، يعني ما بيغزلش الجمهور بيذاكر، سواء في 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 كاس عالم انديه، سواء في بطوله افريقيا او بطولتين افريقيا، الوداد بره، الترجي بره، انا بكلمك على ماتشات كنا دايما جمهور اهلي بيبقى خوف. يعني شايل همها، بتروح بتلاقي نفسك بتقدم ولا اروع. الوداد في الرباط، في كازابلانكا، الترجي في رادس، الزمالك في القضيه، ممكن يعني في بره 3-0 وفي تكلوب في النسخه اللي قبل اللي فاتت من افريقيا. فالراجل في المواجهات الكبرى حاضر، وارقامه مع الزمالك سواء في الفتره اللي تولى فيها مسؤوليه سان داونز وحقق لقب بطوله افريقيا مع سان داونز على حساب الزمالك او مع النادي الاهلي، بتقول انه الراجل ده متمكن جدا وحافظ جدا وعارف ازاي يلعب فريق الزمالك. هو موسيماني شاطر لما بيبقى عنده وقت. يعني هنلاحظ ان في كل مره موسيماني اخذ ايام كويسه قبل اي ماتش، ذاكر كويس، اشتغل كويس. انا سالت سؤال من فتره لحد يعني كان شغال في سان داونز او ستيل شغال في سان داونز، هو موسيماني كان معاه كام محلل اداء؟ كان معاه 4 في سان داونز. في النادي الاهلي معاه 2. فهي الفكره انه واضح ان الراجل بيعتمد بشكل كبير جدا على المذاكره، وواضح ان عدد الافراد بيفرق معاه. فدي نقطه بالنسبه لي مهمه. ماتش الزمالك او كل الماتشات الكبيره اللي موسيماني ذاكرها كويس قوي، اشتغلها كويس قوي، ولو جينا بصينا هنلاقي مفيش ماتشات شبه بعض. يعني ماتش الترجي الشغل اللي عمله مثلا مع رامي ربيعه في الاوي سان داونز مش نفس الشغل اللي عمله مع حمدي في الاوي ترجي، مش نفس الشغل اللي اشتغله في مباراه مثلا النهائي القرن، مش نفس الشغل اللي اشتغله مع حسين وفي ماتش الوداد. فهنلاقي ان كل مباراه هو الراجل بيحط لها حاجه. ايوه. لما بياخد وقت، فواضح ان الوقت بيفرق معاه، وواضح ان ده كان اول تصريح ليه. الوقت في صالحه المره دي؟ المفروض ان عنده عدد ايام كفايه. أيه. كابتن اشرف عملت حركه كده، مش عارف دي مع ولا ضد. لا مع طبعا، مع الشيف جدا. ان انا وانت متفقين من زمان ان من وقت ما تولى موسيماني ان الميزه الكبيره جدا جدا عند موسيماني هي المذاكره. بيذاكر كويس قوي المنافس، وبيذاكر كويس قوي امكانيات لعيبته، يعرف يوظف لعيبته كويس جدا، وبالتالي يعني بتشوف طريقه لعب ممكن ما تقنعكش انت قوي كمشاهد او كمشجع للنادي الاهلي، ولكن هي دي الطريقه الوحيده اللي تقدر تكسب بيها وتفوز بيها المباراه دي. وبالتالي هو يعني شاطر جدا جدا في طريقه المذاكره، وحتى لو فاكر احنا شبهنا موسيماني شويه في الطريقه دي بكابتن جوهر الله يرحمه. انه بيقرا المنافس كويس قوي قوي، يدرسه كويس جدا جدا عشان يقدر يشتغل. طيب سريعا جدا، طريقه وتشكيل، ابتدي بكابتن اشرف وبعد كده اجي لشريف عشان هنروح للجداول والمقارنات اللي انت عاملها. شايف انه الاقرب في التشكيل لو الشناوي سليم 100%، ولابد أن يكون صادق مع نفسه، لأن الشناوي مهم جدا جدا في الموسم ككل، وبالتالي مهم جدا أن يبقى موجود في المباراة دي نفسيا وكإمكانيات طبعا، وده ليس تقليلا من علي لطفي، ولكن الشناوي يعني إمكانياته في هذه المباراة وثقته وثقة اللاعبين كمان فيه هتدي ارتياحية كبيرة جدا جدا للاعبين داخل الملعب. واحنا لسه كنا بنقول في الفاصل انه احلى ماتش عمله علي لطفي مع الزمالك كان ماتش الزمالك. صحيح. شايف انه 4 في خط الظهر، علي معلول، ايمن اشرف، بدر بنون، واكرم توفيق بالتأكيد. شايف ان البداية لازم يكون حمدي فتحي موجود مع ديانج والسولية، نلعب 4-3-3، شريف ومحمد شريف قدام بيرستاو، وامام شايف مش مكسوني، يعني شايف انه لويس مكسوني، مش شايف انه مكسوني، شايف انه بيرستاو او حسين الشحات او احمد عبد القادر، يعني شايف ان واحد من الاثنين دول، شايف الاثنين ماشيين كويس جدا جدا، واي حد منهم ممكن يبقى افضل من مكسوني، شايف ان مكسوني كبديل يكون افضل في هذه المباراة من يبتدي اساسي. تمام. شريف، انا شايف ان احنا غالبا هنستمر على نفس الطريقه، مش هنغير الطريقه دي. عالجت شويه مشاكل من اللي كنا بنتكلم فيها الموسم اللي فات. الثلاثه فارقين مع الاهلي، الثلاثه الفلات فارقين، النادي الاهلي ما بيلعبش بليبرو عشان
في ناس قالت النادي الاهلي ما بيلعبش بالابره. هو بس لما حمدي كان بيرجع ورا وبيضم على 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 ايمن وبدر كانت الناس بتحس ان الاهلي بيلعب بثلاثه ورا منهم واحد. لا هو كان بيعمل كفرج لانه يعني انا سمعت وكان ايمن ساعات بيزيد يعني كان ايمن بيزيد مع مع معلول ومع لا هو احنا عاملين ثلاثه فلات يعني طبعاً. عشان الناس اللي قالت ان هو لا مفيش ليبرو ليبرو وظايف مختلفه وكلمه ليبرو اصلا دي كلمه طليانيه معناها حر أوكي. فهو مش بيلعب حر هو ده واضح يعني فالثلاثة الفلات في نقطة مهمة جدا عند موسيماني هو كان بيحاول يدور عليها من الموسم اللي فات كان بيحاول دايما يخلق الطريقة اللي يلاقي فيها سولية وحمدي وديانج يعني يحط الثلاثة دول ويبني عليهم الطريقة اللي هيلعب بيها هو دايما كان بيدور على ده حتى لما كان بيلعب 4 3 3 كان دايما بيحط الثلاثة دول مع بعض الناس كلها كانت بتستغرب مع ان في الوضع ده انت المفروض يعني قفشة في الجناح هيديني 60 70% من طاقته لا انا هحطه دبل 8 مع السوليه او يعني هقول له بس يعني العب 10 بس ارجع مع السوليه شويه ده كان انسب لكن لا هو برده الراجل كان بيدور على الثلاثه تمام دلوقتي الراجل بقى لا ده خلاص في 3 4 3 بقى امر واقع بقى امر واقع فخلاص لا ده لا لا انه محافظ على الثلاثه شايف انه مكمل عليها الموسم ده كله ولا بس في ماتشات اعتقد في مباريات ماتشات اعتقد هيكمل عليها طول الموسم لان انا رجعت لقيت ان الفيفوريت بتاع الراجل مع سان داونز 3 4 3 ده الفيفوريت بتاعه أيوة. فهو لا ضليته في الطريقه دي في ان يحافظ على جوده الثلاثه في الملعب تمام. اي حد حوالين الثلاثه بالنسبه له اعتقد باستثناء أفشة وتاو هو اي حد ممكن يتشال ويتحط انكلودد بالنسبه كمان يعني انت متفق مع كابتن اشرف متفق مع كابتن اشرف في الطريقه اما بالنسبه للاعبين انا هختلف بس في نقطه بسيطه انه انا حاسس ان ميكي لازال محتاج وقت ف مش هيبقى موجود ده اعتقادي في القمه بس اعتقاد اللي هيبقى موجود هيبقى محمد شريف وهنشوف النسخه الافضل من تاو لو لعب جناح يمين وهنشوف النسخه الافضل من محمد مجدي قفشه لو لعب جناح شمال علشان علي معلول طول الوقت بيبقى واقف فوق مع الباك ايوه فده هيدي مساحه لمحمد مجدي قفشه ان هو طول الوقت يقدر ياخد الخطوتين ثلاثه اللي جوه اللي بيفرقوا معاه وبيخلوا شكله فنيا احسن ده الطريقه المتوقعه من وجهه نظركم او الانسب من وجهه نظركم لو انا عايز منكم كل واحد بسرعه جدا بس يقول لي لا انا عايز اعمل مفاجاه من العيار الثقيل مفاجاه للخصم ومفاجاه لجمهور النادي الاهلي ايه المفاجاه ممكن تكون في توظيف لاعب في اسم لاعب يشارك في المباراه دي كابتن اشرف ايه المفاجاه اللي ممكن تبقى غير متوقعه يعني انا شايف انه وجود بيرستاو في مباراه زي دي اعتقد انها ممكن تبقى مفاجاه نادي الزمالك امكانياته لسه مش كلها ظهرت فاعتقد انه هنشوف ان شاء الله في المباراه دي بيرستاو بشكل مختلف تمام. فاعتقد ان دي ممكن تبقى مفاجاه يعني شريف لو هتعمل مفاجاه يعني بعيدا عن المتوقع والمنطقي والانسب انا هنروح لبعيد كده ايه ممكن تكون المفاجاه اللي ما حدش ممكن يبقى متوقعها لا الخصم ولا الجمهور بتاعك انت شخصيا حسام حسن بيحب جول حسام حسن بيحب حسام حسن بيحب جول اتمنى طيب انت بتتكلم على الثلاثه انت مجهزين يمكن مقارنه بين حمدي والسوليه نشوف هي مش مقارنه قوي يعني مش على قد ما هي بس شويه ارقام كده كانت بالنسبه لي ارقام مميزه قوي ماتش البنك الاهلي ماتش البنك الاهلي النادي الاهلي في حمدي السوليه وفي عمرو السوليه كل لاعب قطع الكره 21 مره وده رقم جيد جدا بالنسبه للعيبه يعني بتلعب في نص الملعب او بتلعب ثالث في خط الدفاع حمدي فتحي عامل رقم مميز قوي هو وعمرو السوليه برده في المباراه دي ما بيتكررش كتير فتحي عامل 5 تاكلينج 3 صح عمرو السوليه عامل 7 ال7 صح فده طبعا رقم مميز جدا بالنسبه لعمرو غالبا ما بيحصلش كتير على مدار الموسم حمدي فتحي عامل 5 تصويبات 4 منهم صح عمل واحده في اخر الماتش حلوه قوي 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 يعني يعني مطلوب يعملها كتير بصراحه في سنس يعني بصرف النظر عن القوه والدقه في سنس بيبقى مش موجود عند كتير من اللعيبه لا حمدي عنده السنس رجله هو ده الاداء الذهني اللي دايما بنتكلم عنه يبقى في لاعب عنده تركيز بشكل كبير جدا جدا لاخر ثانيه في المباراه حمدي من الناس يعني الكره دي لو راحت كانت هتبقى واحد من اجمل الاهداف اللي احرزها النادي الاهلي طيب بالنسبه لعمرو السوليه صوب تصويبتين واحده منهم صح اللي هي بتاع الهدف دي اللي عمل عليها الفولو محمد شريف وسجل والكرات الطويله عمرو السوليه برده عنده رقم كويس عامل 4 منهم 3 صح وفي الاخر اعتقد بالنسبه للالتحامات الهوائيه دي حاجه مميزه جدا لان الزمالك واحده من الفرق المميزه جدا جدا في العاب الهواء جدا فحمدي فتحي عامل
4 التحام هوائي كسب منهم 3. تمام. فده برضو رقم جيد جدا وهيفرق مع النادي الاهلي في الالتحامات الهوائيه. فدي بالنسبه للارقام اللي هي تخص حمدي فتحي وعمرو السولية. تمام. نروح بعد كده للارقام المرتبطه بالفريق ككل. تمام. الارقام المرتبطه بالفريق ككل بالنسبه لايه؟ بالنسبه لمكسب التمرير. التمرير الصحيح. طيب. النادي الاهلي اكتر فرقه في الدوري عملت تمريرات. عامله 935 تمريره بنسبه 84% صح، ونسبه النادي الاهلي في الموسم اللي فات كله كانت 85.5. تمام. يعني احنا في نفس الرينج تقريبا. بيراميدز مع تاني فريق. مع كابتن ايهاب جلال طبعا والشكل الجديد عامل 911 تمريره تقريبا زي النادي الاهلي 84%. ايوه تقريبا نفس عدد التمريرات ونفس الدقه. الزمالك عامل 886 تمريره يعني تقريبا ما يكملش 100 تمريره اقل، بس نسبه التمرير بتاعته 86% صح. تمام. تصويب دقه التصويب النادي الاهلي مع الاتحاد مع الزمالك، الاهلي والاتحاد عاملين 13، الزمالك عامل 11، وبرده تقريبا نفس النسب 46 و45% تقريبا كلها نفس النسب. ورقم الزمالك بالنسبه لي رقم مهم لان النادي الزمالك عنده من ال 11 تصويبه دول عنده 7 تصويبات من بره منطقه الجزاء. فده رقم بالنسبه لي مهم. ده بالنسبه لارقام التصويب. في اخر ارقام بس اللي هي تخص الاتحاد والزمالك وفرقه الجيش شويه حاجات كده برده بسيطه. يعني الاتحاد عامل الاتحاد والاهلي والزمالك برضو الاتحاد داخل مع الاهلي والزمالك اكتر فرقتين في الدوري عملوا فرص قبل للتسجيل. صنعت فرص. صنعوا فرص قابله للتسجيل او مش بيج تشانس، ما نقدرش نحسبها بيج تشانس، بس بتدخل مع الفرص القابله للتسجيل. رقم 14، الاتحاد 15، الاهلي والزمالك 14. الزمالك اكتر فريق وده رقم الاتحاد ارقامه حلوه يعني مش جدا. ارقامه يعني حلوه وكمان عدد الاهداف اللي احرزها كمان كويس. جدا. تمام. الزمالك بقى هو ده الرقم اللي الزمالك مميز فيه قوي ولازم نقف عنده، ان الزمالك عمل 48 مراوغه ناجحه. ايوه بنسبه 68%، يعني رقم المراوغات ده هو اكبر من كده. تمام. الناجح هو 48 مراوغه تقريبا بمعدل 24 في اللقاء، وده رقم كبير ولازم النادي الاهلي يخلي باله من الرقم ده. طيب ده يخليني اروح لفكره مصادر الخطوره. يعني انت بس مش بتشتغل في ماتش من وده يا كابتن اشرف، انت مش بس بتشتغل على دماغك وخطتك وامكانيات لعيبتك، لكن انت كمان بتدرس المنافس. ازاي شايف فريق الزمالك وان كان هو كتاب مفتوح ممكن طريقته تشكيل اللي هيخوض بيه مستر كارتيرون المواجهه تكون معروفه للناس كلها، لكن بالتاكيد في مصادر خطوره عليك انك انت تتعامل معاها وتوقفها. بالنسبه للكابتن اشرف شايف ايه هي مصادر الخطوره في الزمالك ونشتغل عليها ازاي؟ الخط الهجومي نادي الزمالك، خط هجومي نادي الزمالك والكرات العرضيه، يعني تحديدا يمكن اعتقد اتفقنا انا والشريف على الكرات العرضيه، انه نادي الزمالك في الكرات العاليه تحديدا سواء دفاعا او هجوما مميز جدا. الخط الهجومي نادي الزمالك في تنوع، ودي اللي يعني دي اللي تقلق شويه، انه في اختراقات وفي مهارات كبيره جدا عند لعيبته سواء زيزو او بن شرقي او حتى لو لعب مصطفى فتحي او اوباما، الاثنين يعني الثلاثه اللي تحت الفيرود عندهم الامكانيات المهاريه دي وبيقدروا زي ما قال شريف انه عندهم نسبه مراوغه كبيره جدا جدا. التصويب كمان، يعني انا شايف خط الهجوم نادي الزمالك خط يقلق، وبالتالي انت محتاج ده اللي بنقول عليه، انت محتاج الثلاثه الفلات اللي اتكلمنا عليهم، انه لازم حمدي يبقى موجود عشان يقدر يقفل مع الاربعه اللي تحته مع ديانج ومع السوليه، وانا شايف ان السوليه او ديانج او حتى حمدي فتحي بيبقى عندهم القدره البدنيه انهم يكملوا مع الخط الهجومي. يمكن انا قلت مع بيرستاو وشريف ممكن يبقى موجود ابراهيم احمد عبد القادر او حسين شحات، لا قفشه، انا اقصد قفشه كمان هو اللي يبقى موجود ويبقى البديل، يعني موجود بقى عندك بدائل كتير، احمد عبد القادر او حسين شحات او مكسوني، فاعتقد ان عندك بدائل كتيره جدا، ولكن ان خط الهجوم نادي الزمالك والكرات العرضيه والتصويب من بره كلها مميزه في المباريات اللي فاتت لنادي الزمالك، وبالتالي اعتقد بشكل كبير جدا مستر موسيماني هيلعب على ده. كارتيرون موسيماني المواجهه الفنيه متوقع انها تبقى متحفظه؟ متوقع انها مباراه تبقى مقفوله
تكتيكيا ولا متوقع انه الاثنين يفتحوا؟ انا اعتقد ان بدايه المباراه هنشوف شكل مختلف لان في امكانيات كبيره جدا للاعبين داخل الملعب سواء الاهلي او الزمالك. وبالتالي انت مش محتاج تتحفظ، انت هتتحفظ لما يكون يعني مش عارف الفريق اللي قدامك، مش عارف امكانياته هيلعب ازاي، ولكن الطريقه اللي موجوده وبيلعب بيها سواء مستر موسيماني او كارتيرون سواء اتغير يعني حتى لو اتغيرت او اتغير الافراد اللي موجودين اعتقد الشكل معروف وطريقه الاداء معروفه، وبالتالي ما اعتقد مش هيبقى فيه التحفظ اللي موجود في كل المباريات دي. عايز اسالك على الثغرات بقى او نقاط الضعف اللي ممكن لمهاجمي الاهلي استغلالها في نادي الزمالك يا شريف. في بالنسبه لي اهم ثغره واكبر ثغره موجوده في الزمالك موجوده في الماتشين بشكل كبير جدا هي المساحه اللي موجوده الدوري اللي لعبوه يعني الدوري. المساحه اللي موجوده ما بين امام عاشور و وطارق حامد مساحه كبيره جدا، اوقات بتوصل 15 و20 متر، اوقات في هجمات طارق حامد بيبقى بيدافع في 20 متر طول وعرض. ده بالنسبه لي نقطه مهمه جدا لازم الاهلي يشتغل عليها. النقطه الثانيه المساحه اللي موجوده ما بين الونش والباك ليفت دي برده بالنسبه لي مساحه كبيره جدا لازم النادي الاهلي يشتغل عليها بشكل كويس. في نقطه سلبيه عند فرقه الزمالك، اطول هجمه في الدوري لحد دلوقتي كانت في مباراه الجيش والزمالك. الهجمه دي كان مدتها دقيقتين و15 ثانيه وفرقه الجيش عملت 3 ريباوند. يعني الكره بتتشوط على المرمى بترجع الكره اللي بترتد فرقه الجيش هي اللي بتاخدها. الكره دي اتكررت كتير جدا مع نادي الزمالك، فبالنسبه لي الكره الثانيه في ماتش الزمالك مهمه جدا جدا، يعني مهمه بشكل كبير جدا. النادي الاهلي لازم كل كره ثانيه بعد اي هجمه النادي الاهلي يشتغلها لازم يشتغل عليها. في نقطه بقى مهمه بالنسبه لي نحاول لو قدرنا نعمل كده، يعني لو الكوتش اشتغل على الموضوع العرضيات بتاعتنا ما تبقاش لجوه المنطقه. دايما فرقه الزمالك عندها مساحه ما بين الاثنين المدافعين وطارق حامد وامام عاشور، المساحه دي يعني اي لاعب شوتر كويس قوي يقدر يخش في المكان ده يقدر يسجل. تمام. فبالنسبه لي طارق حامد على قد ما هو لاعب منتخب ولاعب دولي ولاعب كبير، لكن امام عاشور عامل له مشكله كبيره. سنس المهاجم بقى، نصيحتك لمهاجمي النادي الاهلي بما انك انت هتدف وهدفت كتير في الزمالك، ايه النصيحه وواقع يعني رؤيتك ل دفاع منظومه الدفاع في الزمالك، ايه النصيحه اللي توجهها بكره لمهاجمي النادي الاهلي وخصوصا راس الحربه سواء ابتدينا بشريف او بحسام محدش عارف؟ يعني عدم الاستسلام للرقابه لان الونش مميز في الرقابه خاصه الرقابه اللصيقه القريبه دي، لازم يكون في مساحه شويه. الحقيقه شريف متالق جدا الموسم اللي فات وحتى في مباراه الزمالك شفناه ازاي بيتحرك لتحت شويه علشان او للجنب هنا وهنا عشان ما يبقاش في الرقابه اللصيقه دي من الونش. اعتقد انه محمود علاء شويه في الفترات اللي فاتت صحيح فايق شويه، ولكن المراوغات والسرعه هتفرق كتير جدا. عشان كده بقول لك ان بيرستاو ممكن بشكل كبير جدا في الفجوه اللي موجوده ما بين ابو الفتوح وما بين خط ظهر نادي الزمالك، المساحه دي اللي موجوده يستغلها بشكل كبير. السرعات هتفرق كتير جدا جدا، والتصويب كمان النادي الاهلي ان شاء الله هيفرق كتير جدا في هذه المباراه. كل التوفيق لرجاله الاهلي واملنا كبير جدا فيكم، تقدموا لنا عرض اولا يطمنا على شكل الأهلي في الموسم الجديد ويعطل الزمالك المنافس الرئيسي ويحرمه من 3 نقاط مهمة قبل للأسف الشديد، يعني وإن كنا الحقيقة هنبقى سعداء بمنتخب مصر وهو بيكمل مشواره في تصفيات كأس العالم، لكن المسابقة تتوقف لغاية لما ترجع مرة تانية. فمهم جدا قبل التوقف ده تبقى قافل مشوارك وأنت في أعلى حالتك المعنوية. بشكر ضيوفنا النهاردة في سادسها كابتن أشرف ممدوح النجم اللي بيشرفنا دايما، بشكرك كابتن اشرف اسعدتنا ونورتنا. توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في المباراه القادمه، وبشكرك جدا وسعيد بوجود شريف معنا. وبشكر طبعا المحلل الفني شريف سالم اللي بيسعدنا دايما بارقامه ومقارناته وملاحظاته الدقيقه جدا، وبتمنى تكونوا استمتعتوا بلقائنا بيهم النهارده. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. وبشكر حضراتكم على المتابعه، وباذن الله ان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي، ويكون بدايه اسبوع جديد نبقى فرحانين فيه ان شاء الله باذن الله بتالق نجومنا في الملعب. كل التوفيق لرجاله الاهلي، اشوف حضراتكم في السادسه حلقه جديده، تحياتي لكم.